رمضان خير الشهور. هلال خير وبركة، أطل علينا من بعيد، فيا مرحبا بمقدم الضيف الحبيب. أطل علينا سيد الشهور وأفضلها على مر العصور، شهر القرآن والصيام والقيام، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام لياليه تطوعا وفضيلة، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات في الصيام، تتجلى عند الصائمين قوة الإيمان وعزيمة التعبد، يدع الصائمون ما يشتهون ويصبرون على ما يرغبون، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إنه تربية على تقوى الله التي هي شعار المؤمنين، ولهم عند الله الثواب العظيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الصيام يتجلى في نفوس أهل الإيمان انقيادهم لأوامر الله، يهجرون رغبات نفوسهم ومشتهياتهم الحاضرة لموعد غيب لم يروا، إنه قيادة للشهوات وليس انقيادا لها. لعلكم تتقون. في النفوس نوازع شهوة وهوى، وفي الصدور دوافع غضب وانتقام، وفي الحياة تقلب في السراء والضراء، وفي دروب العمر خطوب ومشاق، ولا يدافع ذلك إلا بالصبر والمصابرة، ولا يتحمل العناء إلا بصدق المنهج وحسن المراقبة ودوام التقوى. لعلكم تتقون. وكل ذلك سر من أسرار الصيام لمن عقل ووعى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان وقتا للمسابقة إلى الخيرات والمنافسة بالأعمال الصالحات، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا.